اهلا بكم اخواتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحه جيده. اليوم ان شاء الله حبيت نشارككم روتين صباحي واش حضرت فيه من اطباق. بالنسبه للطبق الرئيسي هنا كما راكم تلاحظوا حبيت ندير شطيطحه. الشطيطحه تاعي بزاف بنينه وننصحكم انكم تجربوها، وصفه هايله تجي مذاقها جد جد مميز. كما راكم تشوفوا هنا في المقله حطيت شويه زيت، وهنا اطراف الدجاج خديت على حساب عدد افراد العائله. اول حاجه راح نقليهم، يعني راح نحمرهم مليح. هنا درت لهم شويه نتاع ملح، راح نزيد ندير لهم شويه نتاع فلفل اسود بهذا الشكل. انا خديت يعني فخذ ونصف صدر نتاع الدجاج قسمتهم بهذا الشكل باش حصلت على اربعه اطراف. فهنا حطيت الكاري يعني مثل الدجاج مذاق مميز، وكذلك للصوص او للمرق نتاع الشطيطحه. كي نشوفهم يعني باللي خداو لون ذهبي من تحت، هنا مسي حطيت فلفل احمر وراح نخليهم يتحمروا جيدا في هذاك الزيت. لما نشوفهم باللي بداو ياخذوا لون ذهبي راح نقلبهم، وراح نخليهم كذلك ياخذوا لون ذهبي من الجهه الثانيه. ليسونسيال راح نحمرهم جيدا، طبعا نحمرهم مليح مليح، ومن بعد فيما بعد هذاك الزيت راح نصفيه وراح نحطه يعني في القدره اللي راح نطيب فيها باش نقلي فيه البصل. يعني وهذه أستيس من لي زاستيس نتاعي في الطياب نتاع الشطيطحه. نفس التوابل حطيتهم على الجهه الثانيه واللي هما ملح، فلفل اسود، كاري وفلفل احمر. ملي نحط زنجبيل، ولكن اصلا الكاري فيه يعني نسبه من الزنجبيل، يعني الماركه هذه اللي شريت. اذا يعني درتوا كركم ديروا زنجبيل اذا متوفرش عندكم الكاري. من جهه اخرى حبيت يعني نحضر سوب دو ليغوم. هنايا الخضر اللي استعملتها هي الخضر الموسميه يعني اللي متوفره حاليا. درت حبه تاع بصل متوسطه الحجم، درت حبه نتاع كوسه او جريوات. بالنسبه للجريوات درت حبه برك لانه عم بالكم هي تمصت شويه الليغوم برك على الفايده اللي فيها برك. هنا درت قرعه، طرف هكا نتاع قرعه، ودرت هنا ربع حبات نتاع جزر. طبعا الحاجه اللي يعني تبنن ليغوم هي اللي نكثر منها. وهنا كما قلت لكم درت الخضر الموسميه، فدرت زوج حبات نتاع قرنون، كنت قطعتهم بهذا الشكل. طبعا درت لهم من قبل قطرات من الليمون باش ما يكحلش. عم بالكم هو ورا ما نقشروه يكحل، ودرت حب صغير وسي تاع بطاطا. البطاطا وسي عم بالكم تبصق بالبنه، ودرت حبه كبيره هكا حمراء مليح نتاع طماطم. اما بالنسبه لهادو يعني جناح برك تاع يعني تاع الدجاج والطرف من الظهر، لانه كنت درت نص الدجاجه للشطيطحه، فهادو نحيتهم باش نبنن لاسوب نتاعي اكثر. درت شويه نتاع معدنوس ودرت كميه من الملح فقط، ونحط كل شيء فوق نار قريبه من المتوسط ونخلي المكونات تتقلى جيدا. من جهه ثانيه قلت لكم كنت هذاك يعني الزيت نتاع الشطيطحه صفيته ودرت فيه حبه بصل متوسطه الحجم مفرومه جيدا مع اربع سنات انتعته. خليت البصل تقلى شويه ونحيت هذوك اطراف الدجاج، ضفتهم لهذاك البصل كما راكم تلاحظوا، وحطيت الزيتون اللي كنت بيته ليله كامله في الماء، وهكا طرف نتاع خبز على جال باش يعني يبصغ بي هداك الملح، في نفس الوقت الزيتون يبقى محافظ على اللون نتاعو. لما زادت تقلات المكونات جيدا والبصل ذلب نتاع الدجاج، امرقت بما ليكون سخون. حطيت فيها قرن نتاع فلفل حار كيما شفتوا، راح نخليه حتى الماء هذاك يبدا يهز الغليه، وساع نغلق لا كوكوت. من جهه ثانيه رحت كذلك بعد ما تقلاو هذوك الخضر حتى هما مرقتهم بهذا الشكل. كيف كيف نخلي يعني المرق حتى يهز الغليه ونغلق كذلك لا كوكوت. بالنسبه لهاد لا كوكوت برك يا البنات ملاحظه، هذه لا كوكوت نتا روبوست يعني شاركتها معكم في عده فيديوهات. يعني بالنسبه للناس اللي حابين يشروها وجاهم البخي تاعها غالي ولا راهم داروا فيها سولد. برك نقول لكم هنا غلقت لا كوكوت هذه الشطيطحه، لما تبدا الدور هذه الصفاره يعني تم لي راح نحسب الوقت الكافي باش يطيب الدجاج. وهاد لا كوكوت كما قلت لكم تاع روبيست، السعه تاعها هي 6 لتر، كان السعر تاعها 1550. درك على كازا دالجيري داروا فيها تخفيض ولات 1390، توصيل مجاني لكامل الولايات. نخلي لكم يا البنات الارقام على الشاشه يعني باش تطلبوها.
هنا غلقتها، راح يعني لما يبدا البخار يخرج من هذاك الزر اللي راهو طالع، نبدا نحسب حتى هي نحسب لها الوقت الكافي اللي باش يطيبوا الخضر. اذا نوريكم باك لا تيت نتاع هاد لا كوكوت، طريقه الغلق تاعها كذلك سهله جدا. اذا هنايا راح نخليها طيب. من جهه تانية حبيت نحضر سلطة، يعني سلطة عادية، سلطة أوردوبر. ففي صحن كنت غسلت أوراق السلطة قبل بك ما نكمل، حبيت نوريكم كيفاش راهي الدور. هذه الصفارة نتاع لاكوكوت اللي طيبت فيها الدجاج. هنا اللي نبدأ نحسب يعني لما بدات تدير يعني الدور. اذا هذه كما قلت لكم سلطه كنت غسلتها، نقيتها جيدا وبالماء والخل، وقطعتها اطراف صغار كما هكا وحطيتهم في سربيتة، تخلصت من الماء هذاك، يعني نشفت الماء اللي في السلطه. وبعد هنا خديت حبه يعني نتاع جزر كبيره هك شويه مليحه، خصوصا انه يعني شريته جديد، فبالتالي جاي هكا بنين وطري هذاك الجزر، فرابيته في الاغراض الصغيره. بالنسبه للطماطم درت نص حبه، تخيروا الطماطم تكون يابسه شويه خاصه بالسلطه. بالنسبه للديكور راني يعني هكا برك نطيش برك، يعني ماهوش ديكور سبيسيال، المهم نوعت شويه في السلطه نتاعي. هنا درت كذلك الخيار، قطعته على زوج ومن بعد قطعته الى انصاف بهذه الطريقه، وكذلك درت البصل. طبعا البصل هو مفيد جدا للصحه كما على بالكم، وخصوصا كي يتكل كيما هكا، هو فعلا عباره عن انتي بيوتيك مليح يعني القدهن حاجه سيغتو الالتهابات هكا تاع يعني تاع الجسم. على بالكم في الجسم تصرا التهابات في اي بلاصه، يعني في الحلق في اي بلاصه، فكي تكثروا من البصل بزاف هذيك كنصيحه، راح هذاك البصل يقلل من هذيك الالتهابات نتاع الجسم، وكذلك يعاونكم باش تشفى بسرعه. هنا كذلك حطيت بيضه وختمتها بالزيتون اسود بهذه الطريقه، وكانت سلطه واجده كما شفتوا. ملحتها برك، زدت ملحتها على الاخر، وبما ان الجو بارد يعني ما دخلتهاش الثلاجه، خليتها برك هكا على جهه. وعند التقديم راح نديروا لها المايونيز والفينيغريت. وانا متعوده يعني في الشتاء او في وقت تينا نحب نبروفيتي سيغتو في الطونسون، نحب نحضر بها الجو، فراح ندير في هذا كذلك هذا الروبو ملتي فونكسيون متعدد الوظائف، كنت شاركته كذلك معكم نتاع غوبيست، فيها 25 وظيفه كذلك. هذا كان لحقني من موقع لكازا تاع الجيغي، استعملت معكم قداه قطعه منه، ودرك راح نستعمل معكم هذه القطعه اللي تعصر كما شفتوا. وحبيت نقول لكم بلي مام هذا الروبو راهم دايرين فيه تخفيض، حتى هو كان ب 14190 الف، دوكا راهو 12190 الف طبعا، والتوصيل مجاني لكامل الولايات. الميزه تاعو انه يعني يا اخي على بالكم عندي تاني روبو صغير كيما هذا، هذاك الصغير يعني لازم نحط هذيك يعني نص حبه تاع الطونسون بها عاد يتحرك، هذا نو، هذا غير تشغلو يولي يدور، وانتوما ديروا يعني فيه نص الحبه نتاعكم وراح تتعصر لكم كامله وبشكل جيد. طبعا نحب النوع، ساعة ندير في السنتريفيوج، ساعة ندير في هذا، يعني كل مره كيفاش نحب الجو نتاعي. كما قلت لكم عندي هكا كميه نتاع طومصه، فحبيت ندير بها جو للغدا، ودوك نوري لكم يعني الكميه. طبعا لانه جو بيور يعني صافي، ما فيه نيمه، ما زدت له نيمه ني والو، فكيلو تاع طمصه يعني ما خرج لي عفوا يعني كميه اللي تكفي لاربعه اشخاص، وهذا طبعا طبيعي كما قلت لكم ما زدت له والو. طمصه اصلا ماهيش يعني حامضه بزاف، فهكا خليته هكا خير ناتور. المهم بعد ما كملت الجو نتاعي هنا، رحت كما راكم تلاحظوا السطيحه فتحت عليها بعد ما انا درت لها 20 دقيقه، لقيت الدجاج تاعي طاب، هي خليتها زادت برك، اختارت شويه بلا ما نغلق عليها، ودرت لها 4 نتاع بيضات، ورحت كملت العصير نتاع الجو. كما قلت لكم هذه هي الكميه اللي خليها، وراح نخلي لكم يعني او كما شفتوا خليت لكم الارقام تاع كازا د الجيري في حال ما حبيتوا تستفيدوا من التخفيض. اما يا البنات بالنسبه لصوب د ليغوم، ما حبيتش ثاني نصور لكم المراحل لما يعني طابت بالمولينات، يعني بهذيك الرحايه اليدويه تاع بكري، ريحه هذاك ليغوم. علاه؟ باسكو كما قلت لكم عجوزتي هي ما
تحبو كيما هكاك، كنشوف شيخ يحبو كيما هكاك، فدرت لهم بالمولينات. انا اصلا هاد لاصوب درتها على جالهم، يعني انا تغديت شطيتها، اما لاصوب فدرتها على جالهم، على بيها درتها بالمولينات. ومانيش يعني كونتر بزاف انه نديرها بلوبغا ميكسر، سيرتو كي مثلا نعود مزروبه، ولكن كي عود عندي الوقت كيما هكا فمعليش. وحطيت لها رشه تاع معدنوس من الفوق، دقتها لقيتها شويه مصوصه، زدت لها شويه باك تاع ملح، شطيتها بعد ما طاب العدام او البيض، طفيت عليها ودرت لها رشه تاع معدنوس كيما راكم تلاحظوا، وهزيت الباجاج، يعني هزيت كامل واش طيبت، وهبطت لتحت باش تغدينا وتقهوينا. وهكا كان روتيني الصباحي. وهذه هي الطاولة تاعنا البسيطة، حطيت السلاطة، حطيت الجو، حطيت كذلك يعني الشطيطحة على جهة، وصبت لكم خليته فوق النار يعني باش يبقى سخون. اذا هذا هو الفيديو نتاع اليوم، ان شاء الله تكونوا خديتوا بعض الافكار. نلتقي في فيديو لاحق، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.